السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير كيك بالشوكولاتة وبالكرامبل أو هذه الطبقة المقرمشة. مذاقه جد لذيذ، نتمنى أنكم تجربوه ويعجبكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات، سنحتاج إلى 4 بيضات، كأس حليب، كأس سكر، نصف كأس زيت، كيس سكر بنكهة الفانيلا، كيس خميرة حلويات البيكنج باودر، كأس ونصف دقيق، ثم نصف كأس من النشا. ممكن الاستغناء عن النشا ونقوم باستعمال كأسين من الدقيق. نمر الآن لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. أولا نقوم بوضع قبسة من الملح، نضيف البيض، السكر بنكهة الفانيلا، ثم السكر العادي. بسم الله نضع المكونات في الخلاط الكهربائي أو فقط نخفقها بالخلاط اليدوي. بسم الله نقوم بإضافة الزيت نصف كأس دائما مع الخفق، ثم نضيف الحليب، ثم في الأخير نقوم بإضافة خميرة الحلويات البيكنج باودر، ثم النشا والدقيق. بالنسبة للدقيق فضروري أن يكون مغربل أي منخول. إذن هنا قمت بإضافة نصف كأس آخر من الدقيق، أي احتجنا إلى كأسين من الدقيق زائد نصف كأس من النشا. سنحتاج إلى التفاح، تفاح مقطع إلى قطع صغيرة، تفاحتان. أنا هنا استعملت تفاحة واحدة مع إجاصة واحدة. نوضع التفاح مع الإجاص مع الخليط، خليط الكيك. إذن وفي قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق نقوم بوضع خليط الكيك. بالنسبة لحجم القالب اللي استعملت أنا هنا، فالقالب بقياس 20 سنتيمتر. بالنسبة للطبقة المقرمشة، طبقة الكرامبل، وهي طبقة اختيارية كتعطينا لذة للكيك. في مكونات هذه الطبقة غادي نحتاجو 80 غرام من البسكوي المطحون، بسكوي كوكيز ما يعادل تقريبا 14 قطعة، 80 غرام من اللوز المطحون بالقشرة، 80 غرام من السكر الخشن، و 80 غرام من الزبدة. يعني نقوم باستعمال المكونات بنفس الكمية. بسم الله على بركة الله. في صحن نوضع كل هذه المكونات إذن، ونقوم بدمج كل المكونات مع بعضها، ثم على بركة الله نقوم بوضع الطبقة المقرمشة واللذيذة فوق الكيك بشكل عشوائي. إذن الآن نقوم بإدخال الكيك إلى الفرن. بالنسبة لدرجة حرارة الفرن فتتبقى حسب نوع الفرن لديكم، يعني بالنسبة للمدة كأي كيك عادي. إذن متابعينا الكرام، ها هو شكل الكيك بعد إخراجه من الفرن. كما تلاحظون هنا فهذه هي الطبقة المقرمشة. نتمنى ينال إعجابكم. كما كتشوفوا هنايا قمت برش القليل من الحليب المركز المحلى حبيبات الشوكولاتة. بالنسبة للمذاق ديالها فمذاقها رائع، رغم يعني شكلها عادي ولكن المذاق رائع. نتمنى أنها تعجبكم. إلى عجبتكم ما تنساوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.